المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يدعو الهيئة الإدارية لنقابة التدريس بجامعة حضرموت لرفع الإضراب. تسجيل مشروع رحمتك الثالث لإجراء العمليات الجراحية لمرضى السرطان في المكلا. مؤسسة موانئ البحر العربي تستقبل منظمة الهجرة الدولية لبحث عمق نقل اللاجئين إلى بلدهم طوعا. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، نائب رئيس هيئة الأركان اللواء صالح الزنداني الذي وافاه الأجل مساء أمس الأحد متأثرا بجراح تعرض لها في هجوم الإنقلابين الحوثيين بطائرة مسيرة على قاعدة العند العسكرية الشهر الماضي. وأكد المحافظ البحسني خسارة البلاد والقوات المسلحة برحيل اللواء الزنداني الذي يعد أحد القيادات والكفاءات العسكرية وله مناقب وطنية ونضالية، وساهم مع رفاق دربه في معركة تحرير عدن وهزيمة ودحر الميليشيا الإنقلابية الحوثية. وعبر محافظ حضرموت عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم لنجده المعتمد صالح الزنداني ولأخوانه ولكافة أسرته في استشهاد والدهم، وابتهل المحافظ المولى تعالى أن يتقمر الشهيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكن فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة هيئة التدريس بجامعة حضرموت. وفي اللقاء استمع المحافظ إلى مطالب النقابة التي تمثل هيئة التدريس المساعدة وأسباب الإضراب عن التدريس الذي يدخل أسبوعه الرابع. وقال المحافظ أن المرحلة والظروف الحالية تتطلب تقديم تنازلات من الجميع حرصا على المصلحة العامة، داعيا هيئة التدريس بالجامعة إلى رفع الإضراب حرصا على استمرار العملية التعليمية في الجامعة وعدم حرمان الآلاف من الطلاب من التعليم. واعتبر المحافظ حرمان الطلاب من التعليم أمرا غير مقبول، وأعرب أعضاء نقابة هيئة التدريس بجامعة حضرموت عن شكرهم للمحافظ لحرصه على الاستماع لمطالبهم، مؤكدين حرصهم على استمرار العملية التعليمية وأنهم سالكون الطريق المشروع للمطالبة بمستحقاتهم. هذا ووجه محافظ حضرموت باستكمال الإجراءات القانونية لصرف أراضي هيئة التدريس بالجامعة، وكذا دعم نقابة هيئة التدريس للإيفاء بالتزاماتها الضرورية. استقبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه وفد المنظمة الدولية للهجرة برئاسة مسؤول الحماية بالمنظمة عصام المخزومي. واستمع محافظ حضرموت من مسؤول الحماية بالمنظمة إلى الهدف من الزيارة التي تأتي للتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة لتنفيذ مشروع الإعادة الطوعية للاجئين الصوماليين المقيمين في المحافظة، والعمل على تسهيل عودة من يرغب من الصوماليين بشكل طوعي إلى بلادهم بعد استيفاء المعاملات القانونية والرسمية وفقا وبيانات الهجرة والجوازات. وشكر محافظ حضرموت جهود منظمة الهجرة الدولية وتنفيذها المشروع الإنساني، موجها بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع وتهيئة الظروف الملائمة في الأمن والجوازات وخفر السواحل والمينا والجهات المعنية لإنجاح تنفيذ هذه المهمة بشكل سلس وميسر. التقى وزير النقل صالح أحمد الجبواني بالمكلا اللجنة الفرعية بمديرية رضوم التي تساعد في تهيئة الظروف لتشغيل ميناء قنا التجاري بمحافظة شبوة. ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة وزير النقل خلال زيارته لمدينة المكلا. واستمع الوزير الجبواني من أعضاء اللجنة إلى شرح مفصل عن أعمال اللجنة التي قامت بها وأجراءاتها ونزولاتها الميدانية والأعمال التي قامت بها ولتسهم في تهيئة وتشغيل ميناء قنا التجاري. وصل وزير النقل صالح الجبواني إلى مدينة سيئون في زيارة رسمية لوادي وصحراء حضرموت للإطلاع على سير العمل في المنافذ الجوية والبرية في الوادي.
وخلال الزيارة تفقد الوزير الجبواني الموقع الجديد لمطار سيئون الدولي في الهضبة الشمالية لوادي حضرموت. وقال وزير النقل أن الموقع الجديد مؤهل بصورة أولية لاحتضان مطار دولي بمواصفات عالمية، مشيرا إلى أهمية بدء الخطوات العملية لعمل دراسة فنية لمشروع المطار، موجها بإنزال فريق فني والتعاقد مع شركة استشارية لعمل الدراسة. كما أشاد باهتمام السلطة المحلية بوادي حضرموت بتطوير الملاحة الجوية. وفي سياق متصل، استمع الوزير الجبواني في لقاء موسع مع إدارة مطار سيئون والأجهزة الأمنية بالمطار إلى شرح عن سير نشاط المطار والاحتياجات الأساسية التي تسهم في تحسين الخدمة المقدمة. هذا وكلف وزير النقل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد برفع تقرير عن مدى تأثير بناء بيوت سكنية بالأراضي المحيطة بالمطار على سلامة الطيران، إلى جانبه الرفع بمذكرة إلى الوزارة تتضمن حزمة من الاحتياجات الضرورية لسير نشاط المطار. دشن وكيل حضرموت للشؤون الفنية محمد العمودي صباح اليوم بالمركز الوطني لعلاج الأورام بالمكلا مشروع رحمتك الثالث لإجراء العمليات الجراحية لمرضى السرطان بتمويل من جمعية صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت وتنفيذ مؤسسة النور للتنمية بالتعاون مع مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان. ويشمل المشروع 25 عملية جراحية لعمليات سرطان الثدي والجهاز الهضمي. وأشار الوكيل العمودي بالدور الكبير الذي تقدمه جمعية صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت الشقيق ومساهمتها الفاعلة في خدمة أخوانهم باليمن عامة وحضرموت بصورة خاصة. وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة النور محمد بكحيل أن المخيم الجراحي يسهم في تخفيف معاناة مرضى السرطان وتحمل تكاليف العلاج الباهظة الثمن ولما تمر به البلاد من أزمات. ويأتي المشروع بنسخته الثالثة استمرارا لمشروع رحمتك الأولى والثانية الذي تم تدشينهما خلال العامين الماضيين. التقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير بوفد المنظمة الدولية للهجرة بهدف تنفيذ برنامج المنظمة الدولية للهجرة في إعادة اللاجئين الصومال إلى بلدهم طوعا. واستمع المهندس باسمير من مساعد الحماية بالمنظمة الدولية في اليمن حول برنامجهم واستعداداتهم الجارية لنقل اللاجئين الراغبين في العودة إلى بلدهم من ميناء المكلا إلى ميناء بوصاصو والتدابير الملاحية في استئجار باخرة لبامدهاف للقيام بالنقل المباشر. وأكد المهندس باسمير استعداد ميناء المكلا للتعاون وتقديم أوجه التسهيلات الممكنة لإنجاح عملية نقل اللاجئين وفق برنامج المنظمة الدولية للهجرة. حثنا الوفد إلى التنسيق في الإجراءات مع الجهات الأمنية والمدنية ذات الاختصاص في المحافظة لسير عملية نقل اللاجئين دون أي عراقيل أو تأخير. بلغت إجمالي الإيرادات المحققة للإدارة العامة للواجبات الزكوية بساحل حضرموت خلال العام المالي 2018 أكثر من 420 مليون ريال يمني، حيث ارتفعت حصيلة الإيرادات الزكوية للعام المالي 2018 بنسبة 50% عن العام الأسبق وبنسبة زيادة 158% عن الربط الحكومي. وتسهم ارتفاع نسبة المؤشرات الإيرادية في تعزيز إيرادات السلطات المحلية بالمديريات المحافظة. ومن جانبهم أعربت قيادة الواجبات الزكوية بساحل حضرموت عن شكرها للسلطة المحلية بحضرموت على حرصها ودعمها المتواصل لحصول المحافظة على حصتها من الموارد المحلية للمحافظة الذي كان لها بالغ الأثر في هذه الزيادة الغير مسبوقة. تفقد مدير عام مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ خالد القحوم صباح اليوم مسرح ديوان المحافظة. وتأتي هذه الزيارة بتكليف من محافظ حضرموت للإطلاع على وضع المسرح واحتياجاته من التجهيزات الإنشائية والفنية لتهيئة احتضان مهرجان المسرح الوطني الذي سيتم إقامته نهاية العام الجاري. دشنت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت صباح اليوم المكرم المقدم من محافظ حضرموت للعاملين بصندوق النظافة بمديرية سيئون. وفي التدشين أكدت السلطة المحلية على ضرورة تكامل أداء كافة المؤسسات الحكومية مع العاملين بصندوق النظافة، مثمنة جهود صندوق النظافة والعاملين فيه على إظهار جمالية مدينة سيئون.
دشن أفراد أمن وشرطة مديرية سيئون بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق وصندوق النظافة بالمديرية حملة إغلاق وإزالة البساطات العشوائية والأكشاك الموجودة وسط سوق سيئون العام بهدف تنظيم حركة السير والحد من الاختناقات المرورية. وتأتي هذه الحملة بإشراف مباشر من مدير عام مديرية سيئون وضمن خطة إدارة الأمن بوادي حضرموت للعام الجاري لتسهيل حركة المرور في الطرق والشوارع الرئيسية بمديرية سيئون والحد من الأسباب التي تعرقل حركة سير المركبات والمارة بسبب انتشار العشوائيات والبساطات على جوانب الطرق. وقامت شرطة سيئون بالقبض على بائعي القات والمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لمنعهم من البيع بطرق عشوائية وغير مرخص لما فيه المصلحة العامة والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة. نفذت وحدة الرقابة الغذائية بمكتب الأشغال العامة بأحياء منطقة الشرج في مدينة المكلا صباح اليوم حملة تفتيش مفاجئة على محلات بيع المواد الغذائية. وقال مدير مكتب الأشغال العامة بأحياء منطقة الشرج المهندس أنور الموسطي أن الحملة ضبطت العديد من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية من بينها عصائر مانجو منتهية الصلاحية تم تزوير تاريخ إنتاجها، هذا وتمت مصادرتها بعد أن اتخذ اتجاه المخالفين الإجراءات القانونية ضدهم. وكانت وحدة الرقابة الغذائية قد ضبطت قبل نحو أيام قرابة 200 علبة من العصير منتهية الصلاحية تم إتلافها بعد أن اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه المخالفين. بهذا الخبر وصلنا وإياكم لختام نشرتنا هذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. محافظ حضرموت يدعو الهيئة الإدارية لنقابة التدريس بجامعة حضرموت لرفع الإضراب. تدشين مشروع رحمتك الثالث لإجراء العمليات الجراحية لمرضى السرطان في المكلا. مؤسسة موانئ البحر العربي تستقبل منظمة الهجرة الدولية لبحث عملية نقل اللاجئين إلى بلدهم فوعا. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.